بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الكرام، فنحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والولد البار، وأن يجعل هذه المجالس شاهدة لنا لا علينا بين يدي الله تبارك وتعالى. أيها الكرام، في هذه الليلة بعون الله جل وعلا سوف نتناول موضوعا ودرسا جديدا كانت في الليالي الماضية هي بمثابة المراجعة والاستذكار، وذلك لسببين اثنين. أما السبب الأول وهو طول الانقطاع، حيث انقطعنا مدة طويلة عن هذه الدروس فكنا بحاجة إلى مراجعة هذه الدروس، والسبب الثاني وجود بفضل الله وجوه جديدة يحضرون معنا لأول مرة، فكنا بحاجة أن يعني نذكر شيء مما ذكرناه من قبل حتى يكون نوع من التحضير والإعداد للإخوة الذين يحضرون لأول مرة. في هذه الليلة بعون الله تبارك وتعالى نتحدث عن خاتمة سورة عبسة، حيث يقول الله جل وعلا بعدما ذكر في مطلع هذه السورة كما تعلمون، ذكر الله تبارك وتعالى الأدلة التي تدل على البعث والمعاد والنشور، وقد علمنا بأن الله جل وعلا يكثر من إيراد هذا النوع من الأدلة في القرآن المكي الذي كان يناقش قضية البعث والنشور، حيث كان القرشيون في مكة ينكرون ذلك، وذكرنا لكم يعني بعض المواقف التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي الحادثة التي وقعت مع العاص بن وائل السهمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما جاءه بعظم قد أرم يعني قد تفتت، فنفخ هذا العظم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا أو يحيي ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يبعثه ويحييه ويدخلك النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله جل وعلا الآيات من أواخر سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر الله عز وجل الأدلة في مطلع هذه السورة، قال في خاتمة هذه السورة: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. الصاخة كما هو معلوم لديكم وكما ذكرنا في بعض المجالس هو اسم من أسماء يوم القيامة، وقد تعددت الأسماء يوم القيامة في القرآن، فالله جل وعلا يسميها القارعة والزلزلة والصاخة والطامة والساعة إلى غير ذلك من الأسماء التي وردت في كتاب الله. وقد علمنا أيضا من القواعد ويعني الفوائد التي التفسيرية التي سبق ذكرناها بأن الشيء إذا تعددت أسماؤه هذا يدل على أهميته وعلى عظمته، فالله عز وجل إنما عدد الأسماء يوم القيامة لأن هذا اليوم يوم عظيم وشأنه كبير. هذا اليوم يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم عظيم ويوم شأنه كبير. فقال: فإذا جاءت الصاخة، قال عدد من المفسرين أن المراد بالصاخة الصيحة، وهي نفخة الملك في البوق والتي ينهض بعدها الناس من قبورهم. وعلمنا أيضا بأن الراجح أو الأقرب من أقوال المفسرين أن النفخ في البوق هي نفختان وليست ثلاث نفخات كما يعني ذهب بعضهم، وإنما هي نفختان. النفخة الأولى هي نفخة الصعق، إذا نفخ في الصور صعق الناس وماتوا جميعا،
هذا يكون في آخر الزمان. والنفخة الثانية هي التي تقيم الناس من قبورهم وتبعث الناس من قبورهم، ينهضون من قبورهم وتعود الحياة لهم ليقوموا ليوم الحساب ويوم النشور. وعلمنا أيضا أن الملك المختص بالنفخ في الصور هو من؟ إسرافيل. إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، وميكائيل هو الذي موكل بالقطر، وجبريل هو الذي موكل بالوحي عليهم السلام. فإذا الصيحة هي النفخة التي بها يكون قيام الناس من قبورهم، وهي ما تسمى بالنفخة الثانية. وسميت بالصاخة، لماذا سماها الله عز وجل صاخة؟ قالوا لأنها تصخ الآذان، تصخ الآذان يعني تصم الآذان. هذه الآذان يعني سبحان الله، هذا الخلق العجيب من مخلوقات الله تبارك وتعالى، يقولون فيه في تركيبه مثل القوقعة التي فيها حبال تتدلى من هذه القوقعة، فإذا جاء الصوت اضطرب بهذه الحبال فحصل السمع بالنسبة للإنسان. فكيف تكون الصاخة؟ تكون الصاخة إذا تلفت هذه الحبال. ولذلك تجدون الآن بعض يعني من يعملون بعض المهن التي يكون فيها يعني أصوات مزعجة جدا، أو بعض الذين يعملون على الهواتف التي توضع في الإذن بفترات طويلة، بعد فترة يفقد السمع. لماذا يفقد السمع أو يضعف سمعه جدا؟ لأن هذه الحبال يعني تتلف وتتعرض للعطب، فإذا جاء الصوت القوي يسبب الصمم، تصخ الآذان. تصخ الآذان يعني يصيبها الصمم من قوة هذه النفخة التي نفخ الملك في البوق. قوله فإذا جاءت الصاخة، يقولون الفاء هذه التي قبل فإذا يسمونها فاء الفاء الفصيحة، والمقصود بالفاء الفصيحة يقولون هي التي تدل على شيء محذوف قبلها، يعني كأن الله عز وجل يقول إذا تقدم ما علمتم من الأحداث وجاءت الصاخة، يسمونها في اللغة العربية الفاء الفصيحة. والمقصود بالفاء الفصيحة يعني عند العلماء وعند المفسرين في اللغة العربية أنها الفاء التي تدل على أن قبلها شيء محذوف. طيب، نحن علمنا بأن الجملة الشرطية يكون فيها فعل شرط وجواب شرط، يعني مثلا أنا أقول لك إذا جاء المدرس فقبل رأسه، إذا هذا شرط صح، إذا جاء فقبل رأسه هذا جواب الشرط صح. طيب هنا الله عز وجل يقول فإذا جاءت الصاخة، طيب وين الجواب؟ يقول أكثر المفسرين أن الجواب هنا محذوف، الجواب هنا فإذا جاءت الصاخة محذوف، يدل عليه ما بعده، ما يدل عليه قول الله عز وجل لكل امرئ يومئذ شأنه يغنيه، يعني فإذا جاءت الصاخة وقع لك من الانشغال ومن الأهوال ما يشغلك، فهنا في كلام محذوف، وهذا لبلاغة القرآن، لبلاغة القرآن. القرآن طبعا نزل بلغة العرب، القرآن نزل يخاطب فصحاء العرب وبلغاء العرب القرشيين، فهم يعرفون أن هناك تقدير، ويعرفون دون أن يحتاجوا يعني أن يدرسوا بلاغة أو يدرسوا لغة عربية، العرب بسليقتها بطبيعتها تعرف أن هناك محذوف هنا. يستخدمون كثير في كلام، نعم، ويستخدمونه في أشعارهم وفي لغاتهم وتعاملاتهم. طيب، فإذا هناك محذوف، والتقدير يعني فإذا جاءت الصاخة وقع لكم من الأهوال ما تذهلون به وتنشغلون به. ثم قال تبارك وتعالى في وصف يعني هذا الحدث العظيم وهو يوم القيامة، قال يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. طيب سؤال، لماذا يفر منهم؟ من هول الموقف؟ طيب ممكن، لكن هناك أقوال أخرى وهناك أقاويل أخرى للمفسرين في هذه الآية. قال بعض المفسرين بأنه يفر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، قال بعض المفسرين أنه يخشى أن يطالبوه بالحقوق،
يعني يخشى أن يطالبوه بحقوقهم فيفر منهم، هذا أحد الأقوال للمفسرين. وقيل أيضا بأنه يفر منهم حتى لا يرونه في هذه الحالة التي يعني هي حالة شاقة وصعبة. وقيل أيضا بأنه يفر منهم لأنه لا يتوقع منهم نفعا ولا فائدة، لأنهم لا ينفعونه في ذلك اليوم. طيب، وقيل بأنه يفر منهم، وهذا القول يعني قد يكون يعني أقرب الأقوال والعلم عند الله عز وجل من خلال السياق القرآني، أنه يفر منهم بسبب شدة انشغاله بهول ذلك اليوم، وهو هذا الوجه الذي ذكرتموه، بأنه بسبب انشغاله بذلك اليوم وبعظمة وأهوال ذلك اليوم العظيم. طيب، قال يفر المرء، ما معنى الفرار؟ الهروب يعني تحديدا بدقة ولا يختلف؟ أيوة، الهروب، الفرار هو الهروب السريع، يعني اللغة العربية لدقتها ولقوة اللغة العربية لا تجد الألفاظ مترادفة 100%، يعني لا تجد مفردة في اللغة العربية تطابق المفردة الأخرى 100%. يعني مثلا جاء وحضر، شو الفرق بين جاء وحضر؟ ما يمكن تقول حضر بمعنى جاء، حضر لها معنى زائد، يقولون هناك معنى أصلي وهناك معاني يعني خادمة أو تفصيلية، يعني زيادة معنى. فالهروب، الفرار ليس بمعنى الهروب 100%، ولكن الفرار هو الهروب السريع، وهذا يدل على الفزع وعلى الخوف الشديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني أخيه، معروف يعني يراد به أخوه في النسب، أخوه في النسب، والسياق يدل على أنه أخوه في النسب، لأنه ذكر بعده يوم يفر من أخيه وقال وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فالذي يظهر أن المقصود بأخيه هو أخوه في النسب، وليس الأخوة العامة، لكن أخوه في النسب، أخوك في النسب يعني شقيقك أو أخوك من الأب أو من الأم، هذا يعني من أقرب الناس إليك وهو عضدك، طيب، وعونك في هذه الدنيا، ومع ذلك أنت تفر منه في ذلك اليوم العظيم. ثم قال وأمه وأبيه، والأم والأب أيضا يعني هما القرابة المعروفة، وبدأ بالأم أيضا قبل الأب، لأن الأم أقرب إلى الولد من الأب في الغالب. ثم قال وصاحبته وبنيه، من هي الصاحبة؟ ها؟ الصاحبة الزوجة، وصاحبته وبنيه، فيفر من هؤلاء جميعا. قال بعض المفسرين يعني فائدة، ولكن هذه الفائدة في الحقيقة هي ليست محل اتفاق بين المفسرين، يعني فيها خلاف بين المفسرين. سؤال، لماذا بدأ الله عز وجل بأخيه، بعدين قال انتقل إلى أمه وأبيه، وبعدين قال صاحبته وبنيه؟ لماذا كان الترتيب هكذا؟ وهل هذا الترتيب، أنا أسألكم، هل هذا الترتيب يعني من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى؟ ها؟ من الأدنى إلى الأعلى؟ من الأعلى إلى الأدنى؟ معنى كلامك من الأعلى الأدنى أن أخوك أقرب إليك من أبوك وأمك؟ ها؟ يمكن الإشكاليات في الدنيا تقع أكثر شيء بين الأخوة، أول شيء، إيه؟ أول شيء، قبل لا تقع بينه وبين أمه بينه وبين أبوه، والله أعلم. طيب، نحن الآن لا نتحدث عن الإشكاليات، نتحدث الآن أيهم أقرب إليك، أيهم أقرب إليك، أخوك ولا أمك وأبوك؟ أمك وأبوك أقرب إليك من أخوك. طيب، إذن الترتيب هذا من الأدنى إلى الأعلى، بدأ بالأخ صح، ثم انتقل إلى الأم والأب، إلى أمه وأبيه، طيب، ثم قال وصاحبته وبنيه. طيب، ما رأيكم أنتم، هل توافقون على هذا؟ يعني هل فعلا يعني قال، طبعا ما في إشكال أن الأم والأب أقرب إليك من أخيك، لكن قال بعده وصاحبته وبنيه، هل زوجتك وأولادك أقرب إليك من أبوك وأمك؟ توافقون على هذا الترتيب ولا ما توافقون؟ يقول بعضهم يعني لا، نحن نبغى الواقع، يعني
بعضهم يقول بأن يعني القلب أعلق، يعني تعلق القلب بالزوجة والأولاد أشد تعلقا من الأب والأم، هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ ها ها كيف ها؟ إذا كان إيش؟ إذا كان إيه؟ لا إحنا نتكلم، ما نتكلم عن الأوضاع الاستثنائية، بمعنى ما نتكلم عن واحد مثلا زوجته مريته نجوم الظهر، لا إحنا نتكلم على واحد مستقر مع زوجته يعني وضعه طبيعي زين. أو في سورة التوبة شيخ عندما رتب الله الموضوع. إيه أنا جايك الآن، أنا جايك لسورة التوبة. ليش أنا قلت لك هذا محل خلاف ليس محل اتفاق؟ لأن في ترتيب آخر في القرآن، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها إلى آخره، فالله عز وجل أيوة أحب إليكم، فبدأ الله عز وجل هناك في آية التوبة بالآباء، وبعدين قال في الآية الأخرى يود المجرم لا يفتدي يومئذ إيش؟ من عذاب يومئذ ببنيه، صح؟ بدأ ببنيه، فهذه المسألة ليست محل اتفاق، يعني ليست محل اتفاق أن هذا الترتيب من الأدنى إلى الأعلى، يعني ليس محل اتفاق، لكن هذا يعني ملمح أو يعني فائدة يذكرها بعض المفسرين، يقول لك الترتيب هنا من الـ من الـ من الأدنى إلى الأعلى. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعلق في هذا الموضع، يقول شيخ الإسلام أن الله عز وجل بدأ بقوله يوم يفر المرء من أخيه، بدأ بالأخ وهو الأبعد ثم ذهب إلى الأقرب، لأنه لو بدأ بالأقرب لما كان هناك حاجة أن يذكر اللي بعده، يعني لو ذكر الله عز وجل أنه مثلا يفر من صاحبتي وبنيه فخلاص ما في داعي، ما دام فر من صاحبتي وبنيه فمن باب أولى أن يفر من أخيه، فهم؟ فلذلك الله عز وجل بدأ، هذه فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أنه بدأ بالأدنى لأنه لو ذكر الأعلى لما احتاج إلى يعني ذكر بقية المذكورات هنا في هذه الآية. طيب قال جل وعلا بعد ذلك لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لما ذكر الله عز وجل سبب الفرار وأنهم يفرون من هول ذلك اليوم، قال يفر كل قريب من قريبه وصاحب من صاحبه له شأن يغنيه، أي حال عظيم فادحة تشغله عن غيره. ولماذا عبر بقوله يعني عبر بالشغل يغني، لماذا قال يغنيه؟ قالوا لأن الغنى يصرف صاحبه ويشغله. طيب الله عز وجل يقول كلا إن الإنسان ليطغى إيش؟ أن رآه استغنى. طيب فالغنى يشغل صاحبه، ولذلك في الغالب أن أهل الثراء وأهل المال وأهل الغنى في الغالب تصيبهم غفلة، ولا لا؟ في الغالب أن الأغنياء يكون عندهم غفلة، ولذلك إذا وجدت إنسان غني وهو يعني رجل صالح ورجل يعني حريص هذا يعتبر من القلائل، ولا لا؟ يعتبر من النوادر، لأن الغنى يشغل صاحبه ويصرفه عما يجب عليه. ولذلك قال الله عز وجل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وذلك اليوم العظيم يعتذر فيه حتى الأنبياء والرسل، تذكرون في حديث الشفاعة أن الناس حينما يأتون إلى آدم ثم يأتون إلى عيسى وموسى وبقية الأنبياء وكلهم يعتذرون في ذلك اليوم العظيم، كل منهم يقول نفسي نفسي لأهوال ذلك اليوم، كل يعتذر يقول نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا لها صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة العظمى، الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ف يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسجد بين يدي الله ويفتح له بمحامد لم يكن يعرفها من قبل، ثم بعد ذلك يقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع إلى آخر ما جاء في الحديث. فإذا ذلك اليوم يوم فعلا مشغل،
ويعتذر فيه حتى الأنبياء عن الشفاعة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وأصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون يوم القيامة، تحشرون حفاة عراة غرلا، وفي بعض الألفاظ بهما، تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. حفاة ما معنى حفاة؟ حفاة يعني من غير حذاء، واضح. طيب عراة يعني من غير ملابس، صح. ولذلك يعني تساءلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قالت: يا رسول الله، عراة الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. في بعض الألفاظ لكل امرئ، استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، قال: لكل امرئ شأن يغنيه. يعني الموضوع أكبر من أن إنسان ينظر إلى عورة أحد يعني في ذلك اليوم، عراة. طيب قال: غرلا. ما معنى غرلا؟ ها، أيوة، غرلا يعني غير مختونين. نحن المسلمون، وهذه من يعني من المزايا اللي تميز المسلمين، ما أدري إذا كان في بعض الشرائع، أظن يمكن اليهود يختتنون، ها، من غير اليهود؟ ها، اليهود، ها. طيب، فمن يعني من الخصائص ومن سنن الفطرة الاختتان، وهو نظافة وطهارة وطهر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعودون غرلا، يعني هذه الجلدة أو القلفة التي تغطي العضو تعود كما كانت يوم القيامة. وفي بعض الألفاظ بهما. ما معنى بهما؟ ها، بهما قال الشراح بمعنى أنهم لا مال لهم، يعني ما عنده أموال، يعود كما كان. أنت الآن خرجت إلى هذه الدنيا، هل خرجت عندك ممتلكات وعندك أموال، ولا خرجت صفر ما عندك شيء؟ ها، خرجت ولا شيء، ما عندك شيء. فيوم القيامة تعود كما كنت، يعني بهما، يعني لا يملكون شيئا. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: وجوه يومئذ مسفرة. مسفرة، والسفرة هي الضوء مع الإشراق، وهذا الوجوه المسفرة المضيئة المشرقة التي نور الإيمان بشرتها. فالإيمان والعمل الصالح له أثر على القلب وله أثر على الوجه، ولذلك الطاعة كما قال بعض السلف نور في الوجه ونور في القبر، كما أن المعصية ظلمة في الوجه وظلمة في القلب في القبر. صاحب الطاعة يظهر ذلك على وجهه حتى ولو كان يعني من ذوي البشرة الداكنة، يعني ليس المقصود بنور البشرة، أو ليس المقصود بإضاءة البشرة أو بنور الوجه هو البياض. قد يأتي إنسان أبيض البشرة، يعني بشرته السحنة البيضاء، ولكنه ترى في وجهه الظلمة، ترى في وجهه المعصية، ترى في وجهه يعني البعد عن الله تبارك وتعالى. وفي المقابل قد يأتي شخص من ذوي السحنة السمراء مثلا، ولكن تجد في 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 وجهه إشراق، تجد في وجهه إضاءة ونور، وهذا تجدونه يعني من الواقع تلحظونه. ثم قال تبارك وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. والضحك هو كما تعلمون انفراج الفم أو الشفتين وبدو الأسنان، وقد يكون الضحك بصوت وقد يكون بغير صوت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، وضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مثلنا احنا، إذا ضحك يقهقه، نحن ما نمسك أنفسنا، إذا الواحد إذا جاءت الضحكة قام يقهقه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وضحكه تبسما تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. فوجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. طيب قال مستبشرة من البشر، مش الفرق بين البشر والمستبشر؟ القاعدة في اللغة العربية يقولون: الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. ما معنى ذلك يا أبو عمر؟ الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى، ما معنى هذا؟ اصبر واصطبر. أيوة، يعني الكلمة إذا زادت مفرداتها
إذا كان عندك مثلا اصبر وحطيت عليها زيادة قلت اصطبر، تصير اصطبر أكثر معنى من اصبر، زين؟ يعني إذا زادت الكلمة يزيد المعنى. فهنا مستبشرة معناها أيوة، معناها أن البشرة والفرحة متمكن، والسرور قد تمكن منهم. والوجه كما يقال هو مرآة القلب، الوجه مرآة القلب. ولذلك يقول أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله في فلتات لسانه وصفحات وجهه. يعني حنا نقول باللغة العامية، نقول اللي بالقلب يطلع على الوجه، أن نقول كذا باللغة، يمكن أكيد يمكن عندكم مثال أنتم شبيه لهذا ولا لا؟ اللي بالقلب أيوة، يعني لأن يطلع على اللسان أو على الوجه، طيب على فلتات اللسان أو على الوجه. فهذا اللسان يعني يشبهه بعض العلماء بأنه كالملعقة التي تأخذ من القدر. القلب هو القدر، هو الوعاء، واللسان هو الملعقة. فلسانك يتحدث بما في قلبك. إذا واحد شفته مثلا يتكلم ليل نهار مثلا بالسب والشتم واللعن والغيبة والنميمة والحسد والغل وما إلى ذلك، هذا قلبه مظلم، أليس كذلك؟ وفي المقابل إذا رأيت إنسان مثلا يتحدث عن الخير ويتحدث عن حب الناس وعن الإحسان إلى آخرين، فهذا يعني يرجى أن ما في قلبه حسن، لأنه إنما أخرج ذلك يعني على من قلبه، خرج على لسانه. طيب، ثم قال تبارك وتعالى في خاتمة السورة: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ترهقها قترة، قالوا يعني تغشاها ظلمة. ترهقها قترة تغشاها ظلمة. طيب، هنا أيضا سؤال يعني يتعلق باللغة العربية. قال الله عز وجل عبر، قال غبرة، وجوه يومئذ عليها غبرة، وقال ترهقها قترة. شو الفرق بين الغبار والقتر؟ تسمعون الآن أو تقرؤون في بعض كتب الفقه، يقولون في بعض يعني الفقهاء يقولون إذا حال بين رؤية هلال رمضان، إذا 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 حال بيننا وبين رؤية الهلال غيم أو قتر. مرت عليكم هذه ولا ما سمعتوها؟ قتر ما سمعتوها؟ مشهورة هذه في كتب الفقهاء، يعني يقول لك إذا حال بين رؤية الهلال، أن طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. حنا طبعا نحن متعبدون بالرؤية الشرعية، ما يصلح نصوم بالتوقيت الزمني هذا، يعني بالحساب الزمني أو الحساب الفلكي، لا، نحن مأمورون بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتجدون الفقهاء يقولون فإن حال بين رؤيته غيم أو قتر، فهناك قتر وعندنا غبار. شو الفرق بين القتر والغبار؟ طبعا هي كلها في هذه الآية هي معناها الظلمة، يعني أن هذه وجوه الكفرة عليها ظلمة. والله عز وجل يقول: فأما الذين اسودت وجوههم، كذا الآية، أكفرتم بعد إيمانكم؟ لا لا لا، الآية الأخرى اللي في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه، أحسنت، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال بعض السلف: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. والكفار أيضا يعني له نصيب من ذلك، فوجوههم عليها ترهقها قترة، يعني ظلمة. طيب، نعود لسؤالنا. قال العلماء بأن القتر هو ما يكون في العلو في السماء، يعني مرتفع. القتر الذي، ولذلك قال الفقهاء إذا حال بين رؤيته قتر، يعني الذي يكون في السماء، عالق في السماء، فهمت؟ مرتفع. العالق في السماء المرتفع. والغبار هو من حط، يعني الذي نزل على الأرض يسمى غبار، زين؟ عجاج ممكن. طيب، عرفنا الآن إذن القطر ما ارتفع، والغبار من حط ونزل. طيب، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فهؤلاء تغشى وجوههم الظلمة، هذا يدل على أن هذه الوجوه وجوه يعني موحشة، موخفة، يعني مخيفة،
لأنها يعني علاها علتها الظلمة التي تدل على ظلمة القلب وتدل على سوء العمل، وكما قال العلماء الجزاء من جنس العمل. فهؤلاء الكفار وكذلك أهل البدع لهم نصيب من ذلك، جمعوا بين سوء المعتقد وبين سوء العمل، جمعوا بين سوء المعتقد وسوء العمل، ولذلك كان هذا جزاؤهم. ثم قال جل وعلا في آخر الآية قال أولئك هم الكفرة الفجرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وإحنا علمنا بأن التعبير باسم الإشارة أولئك هذا يستخدم في التعظيم، في تعظيم الشيء سواء كان يعني في الحسن أو تعظيمه في السوء. فهنا الآن الله عز وجل يعني يقبح فعلهم ويعني يشنع من فعلهم، يقول أولئك هم الكفرة الفجرة. طيب ما الفرق بين الكفر والفجور؟ قالوا ها متحاولون ولا جاوب؟ الفجور المجاهرة والكفر يعني قالوا بأن الكفر يكون في القلب، الكفر هو العقيدة، والفجور في العمل. طيب فهؤلاء جمعوا بين المعتقد الفاسد الكفر والفجور في أعمالهم، فأولئك هم الكفرة الفجرة، أي أنهم يعني كفرة في قلوبهم واعتقادهم وفجرة في أعمالهم. طيب انتهينا تقريبا من سورة تفسير سورة عبسة. من الفوائد يعني التي يمكن أن نستخلصها من هذه السورة أننا أيها الكرام هذه الآيات العظيمة تدل على أن كل واحد منا ينبغي أن يحرص على خلاص نفسه. إذا كان أحب الخلق إليك يوم القيامة لا ينفعونك، إذا كان أخوك وأبوك وأمك وزوجتك وأولادك لا ينفعونك فلا ينجيك إلا عملك. ولذلك يا أخي احرص على أن تقدم من الأعمال الصالحة ما دمت حيا في هذه الدنيا. بعض الناس يخطئ يقول والله أنا يعني تجد بعض الناس ممن وسع الله عليه وعنده يعني خير وعنده أموال يقول والله أنا وصيت أولادي أني بعد ما أموت يبنوا لي مسجد. طيب ليش شيخ توصي أولادك؟ يمكن أولادك ما يسوونها. طيب يعني صح ولا لا؟ يمكن أولادك يتضربون على الورث ولا يسوونها. يا أخي ليش ما تبني لنفسك؟ حنا عندنا مثل يعني عند بعض كبار السن العوام في الجزيرة العربية يقولون الشيبان كبار السن عندنا يقول يا وليدي خل سراجك قدامك، خل سراج، تعرفون السراج؟ السراج يقول السراج خله قدامك لا تخلي وراك. صح ولا لا؟ إذا عندك فلوس عندك خير عندك شيء تقدمه سواء كان مال أو علم أو شيء. بعضهم يقول والله أنا طلبت من أولادي أنهم ينشرون كتبي وينشرون أشرطتي. ليش؟ انشرها أنت. طيب ليش تنتظر أولادك ينشرونها؟ يعني إذا كان عندك علم ولا عندك خير ولا تبي تطبع كتاب ولا عندك تأليف ولا عندك شيء قدمه في حياتك، قدم لآخرتك، لا تنتظر، لا تعتمد على الآخرين. أنتم تعلمون أن بعض أبناء الأثرياء اختصموا على ثرواتهم فجلست ثروة هذا الثري أحيانا 20 سنة 30 سنة في المحكمة ما قسمت، يعني تجمد. فأنت إذا اعتمدت عليهم هذا خطأ. ينبغي يا أخوان حينما نقرأ هذه الآيات التي تبين هول ذلك اليوم أهوال يوم القيامة وبأن القرابات كلهم لا ينفعونك أنك تجتهد، وليس طبعا هذا فقط مرهون بالمال أو بالعلم، تجتهد في الصلاة، تجتهد في قراءة القرآن، تجتهد في التسبيح، في الاستغفار، في البر، في الإحسان، أي كل ما تستطيع أن تقدمه في هذه الدنيا. قد يقول قائل مثلا والله يا أخي أنا إنسان على قدي، أنا ما عندي فلوس، أنا ما عندي علم. يا أخي اجتهد بما تستطيع، اجتهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أوصني يا رسول الله، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أو بذكر الله. يا أخي انشغل بالذكر، سبح، استغفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة نحن الآن يعني بعضهم الآن يقول هذه أشراط الساعة، يعني جالسين نشوفها حنا الحين الجالس يحصل الآن في غزة وهذه الأهوال وكثرة القتل وكثرة الزلازل وكثرة الفيضانات وفشو الزنا وفشو الربا، كل هذه أشراط الساعة، هذا أشراط الساعة.
فبعضهم يقول يعني نحن الآن في آخر الزمان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، تعرفون الفسيلة صغار النخل، فليغرسها. طيب إيش الفائدة؟ ما في فائدة، يعني لما تغرسها خلاص ما في ثمرة، قامت الساعة ومع ذلك اغرسها. ليش؟ لأن هذا عمل صالح. طيب، وقد أدركنا يا إخوان، وقد ذكرت هذا لأخينا وحبيبنا أبو عمر، أدركنا بعض العلماء يعني من مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ورحم الله علماء المسلمين وأمواتهم أجمعين، هذا الإمام الرباني بن باز لا يفتر لسانه عن ذكر الله. وقد رأيته وصاحبت الشيخ رحمه الله في مكتبه وفي سيارته وفي بيته، والله هذا الرجل لا يفتر لسانه من ذكر الله، حتى على سفرة الطعام إذا جلسنا معه على الغداء أنه يرفع اللقمة وبين اللقمة واللقمة يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، ما يضيع وقت، ما يضيع وقت، يعرف أن العداد هذا يسجل. وحنا الآن شوفوا كم يضيع من أوقاتنا، يجيك واحد قبل صلاة المغرب ولا قبل صلاة العشاء يسوي كذا، ليش تسوي كذا يا خطيب؟ أرفع يديك يا أخي، ادعو ربك، استغفر، سبح، يعني أقر قرآن، يعني أنت لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أحدكم في الصلاة ما انتظر الصلاة. أنت إذا دخلت المسجد أنت في عبادة، أنت في بيت الله، لا ضيع وقتك، سبح، استغفر، اقرأ قرآن، في طريقك، في سيارتك. بعضهم يقول والله أنا عندي مثلا مشاوير، يا أخي ضع لك في سيارتك يعني مجموعة من المسموعات، تسمع قرآن، تسمع حديث، لا يضيع شيء من وقتك، سبح واستغفر. عندك انتظار مثلا في مستشفى، عندك انتظار في مكان عام، ليكن لسانك يلهج بذكر الله تبارك وتعالى، وقدم ما تستطيع من الطاعات والقربات التي تنجيك يوم القيامة. ها هنا سؤال، يعني أيضا طبعا من الأحاديث النبوية التي تدل على 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 عظم ذلك اليوم، لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وقال يا معشر قريش، يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المناف، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. إلى أن قال يا فاطمة، أو قال يا صفية عمة رسول الله، اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، اشتري نفسك، لأنه الله عز وجل لا أغني عنك من الله شيئا، لأنه في ذلك اليوم لا تنفع هذه الصلات والقربات. يقول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أنت في الدنيا ممكن يكون فيه يعني عطف وحنان ونوع من المجاملات، وتعطف على ابنك وابنك يعطف عليك، هناك ما فيه، تنقطع الصلات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما تنفعك العلاقات، وكذلك الصدقات، ففتش في صدقاتك، تأكد أن الصدقات التي حولك كلها لله، لا تجعل صدقات للدنيا والهوى. الله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل خلة وكل صداقة وكل علاقة لا يراد بها وجه الله تنقلب يوم القيامة عداوة. خل صداقاتك وعلاقاتك لله، تصادق لله وتحب في الله وتبغض في الله، حتى تنفعك هذه الصدقات والعلاقات عند الله تبارك وتعالى. السياق القرآني هنا تحدث عن نوعين، تحدث عن المؤمنين وجوه يومئذ مسفرة، وتحدث عن الكافرين. طيب قد يسأل واحد منكم هنا يقول بقي قسم ثالث لم يتحدث عنه القرآن، ما هو القسم الثالث؟ عصاة الموحدين. طيب ما مصيرهم؟ أيوة، يعني الله عز وجل ترك الحديث عنهم لأنهم تحت المشيئة. فعصاة الموحدين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، نحن لا نقول بمذهب المرجئة. ما هو مذهب المرجئة؟ مذهب المرجئة، فرقة المرجئة، يقولون العصاة هؤلاء يعني كاملي الإيمان، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله هذا كامل الإيمان ولا يحتاج يقدم شيء، هذا مرجئة. طيب ولا نقول أيضا بمذهب الخوارج اللي يقولك صاحب المعصية كافر، يقولون شارب الخمر كافر، والسارق كافر، والزاني كافر. لا، ما نقول هذا، نحن نقول عصاة الموحدين هؤلاء تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، هذا هو الصنف الثالث
الذي تركه الله عز وجل ليخبرنا بأنه تحت المشيئة، أنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، العمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، وأن ينصر أخواننا في غزة، وأن يقر عيوننا بتمكين الإسلام والمسلمين في كل مكان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في عندكم أسئلة في الدرس؟ خل. أشراط الساعة يعني، والأحداث إن شاء الله، إن شاء الله لعلنا نتطرق لها الآن. ستأتينا سورة التكوير بعد ذلك، وتتحدث أيضا عن إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، يعني سوف تتحدث عن أيضا أحداث يوم القيامة. لعلنا نتطرق لشيء من أهوال يوم القيامة ومن أشراط الساعة بإذن الله جل وعلا. جزاك الله خير، تفضل. الشيخ نمر هلا ب، يعني أنا بالنسبة لك عم بحكي عن حاجة نمر بفترة، إنه يعني واحد بفكر أفكار يعني بخاف إنه يحكي فيها مع نفسه، حتى إنه اللي عم يشوف الظلم إنه الله سبحانه وتعالى مثلاً أين الله؟ أين نصر الله؟ أي هذا 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 دعاء مثلاً عم ندعي إيه هذا 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 يعني هذه خواطر شيطانية. إذا خفت منها يعني هذا هو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، هذا هو صريح الإيمان، صريح الإيمان. الصحابة اشتكوا نفس هذه الشكوى، يعني شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما أن نكون حمما ولا نتكلم به، يعني نتمنى أن نحترق ولا نتكلم بهذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح إيمان. لماذا؟ لأنك أنت في هذه الدنيا في معركة بين الشيطان وبين يعني نفسك الأمارة بالسوء، وبين طاعتك لله ونفسك التي تأمرك بالخير. طيب، فالشيطان يأتيك ويقول لك والله أنت منافق، ويأتيك يقول لك والله يا أخي أنت الآن ألا ترى ما يحصل على المسلمين؟ أين الدعاء؟ أين نصر الله؟ أين الله عز وجل؟ له سنن، السنن هذه تجري على الجميع. إذا تخلفت السنن أو إذا تخلفت هذه الشروط تقع الهزيمة، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم أو مع الجيش، كما حصل في أحد. الجيش حصل له انكسار في أحد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا هذه سنن، أن علينا أن نجتهد، وعلينا أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وندافع هذه الوساوس. إذا جاتك هذه الوساوس الخواطر استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكن على يقين بأن هذا دين الله، وأن الله ناصر دينه وناصر أولياءه ولو بعد حين، وعليك أن تثبت على ما أنت عليه. لا تلتفت إلى المثبطين وإلى المنافقين وإلى المشككين، واللي يقول لك والله يا أخي بعضهم يعني والملاحدة والعياذ بالله يقول لك أين الله؟ ما هذا الظلم؟ أين الله؟ يعني بعضهم، واحد سأل لي، أرسل لي رسالة بس يعني كان غير مسلم، واحد غير مسلم قال أين الله عن هذا الظلم؟ يعني هذا يعني يريد أن يشكك. والله جل وعلا مطلع وعالم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فهناك سنة إلهية ربانية اسمها سنة الإمهال والإنظار. أنت تجي مثلا تقول والله يا أخي هذا الطاغوت اللي في الشام صار له 50 سنة ما صار له شيء. طيب يا أخي 50 سنة معليش، يعني هذا إذا أخذه لم يفلت. من كان يتصور مثلا أن الطاغية الذي في ليبيا سوف يذهب؟ من كان يتصور؟ ما حد يتصور، صح ولا لا؟ شفتوا كيف نهايته؟ يعني الله عز وجل له سنن، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فضع هذا في ذهنك، وإحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وقوي صلتك بالله جل وعلا. وإذا وردتك هذه الخواطر من الشيطان أو من يعني المحيط الذي يحيط بك، فاستعذ بالله واجعل يقينك وثقتك بالله تبارك وتعالى.